وفي موسم 2008 كان بداية عصر ذهبي جديد مش بس لفرقة برشلونة كمان لمنتخب اسبانيا، لما رحل فرانك رايكارد عن تدريب برشلونة وتولى مهمة تدريب برشلونة مدرب شاب اسباني لاعب لبرشلونة عنده مشروع جديد وعايز يطبقه اسمه بيب جوارديولا، والباقي طبعا للتاريخ. الفترة اللي تولى فيها بيب جوارديولا تدريب نادي برشلونة كانت مليانة بطولات، بداية من موسم 2008-2009 لما حقق الثلاثية، حقق الدوري وحقق الكوبا ديل ري وحقق دوري الأبطال قدام كتيبة أليكس فيرغسون بتاعة مانشستر يونايتد.